أهلا بكم مشاهدينا الكرام، التغطية المباشرة مستمرة على شاشة للأخبار لأهم وأبرز المستجدات في الأحداث على مستوى الشرق الأوسط وكذلك على الساحة الدولية. في هذه التغطية نناقش مع حضراتكم قرار محكمة العدل الدولية وإعلانها للرأي الاستشاري الذي قامت به اليوم حول تداعيات الاستيطان الإسرائيلي، وكذلك نتناول في هذه التغطية فرص حدوث تغييرات كبيرة في خريطة السباق الأمريكي باتجاه البيت الأبيض، خاصة مع تزايد الدعوات لجو بايدن بالانسحاب من هذا السباق، وهي دعوات تنطلق من قلب الديمقراطيين، وكذلك الفرص الحقيقية لدونالد ترامب وللجمهوريين في إحراز تقدم يبدو مضمونا في رأي الكثير من التوقعات والتحليلات السياسية، وكذلك استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة. أرحب بضيفي الكريم في الاستوديو في هذه التغطية، الأستاذ محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات. أهلا بك أستاذ محمد. نبدأ مباشرة مع حضراتكم بمسألة وملف محكمة العدل الدولية. أكدت المحكمة أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وأكدت المحكمة كذلك أن هذا الانتهاك يصطدم بوضع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية، مضيفة أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن. ترى المحكمة بأن تأكيد إسرائيل لسيادتها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة إنما هو انتهاك للقانون الدولي الخاص بحظر الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وأن هذا الانتهاك فيه أثر واضح على قانونية الوجود الإسرائيلي كقوة محتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وترى المحكمة بأنه لا يوجد حق لإسرائيل السيادة أو ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة لأنها قوة احتلالية، وفي ذلك انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر احتلال أرض الغير بالقوة. كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أن توسيع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية من شأن حرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره في الحاضر والمستقبل. ترى المحكمة بأن هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية إنما تعمل على الضرر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وأن هذه السياسات والممارسات المستمرة منذ عقود تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير منذ وقت طويل، وتوسيع هذه السياسات والممارسات يقوض مثل هذا الحق في الحاضر والمستقبل. من جانبها رحبت مصر برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري والذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يمثله من انتهاك لحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. أكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية أن على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، ووقف أي نشاط استيطاني جديد، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. كما طلبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. في ردود فعل الرئاسة الفلسطينية، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه انتصار للعدالة، إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي. كما أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية أن المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي قد انتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وجدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبرتايد، وإن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب بل وينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه. وأكدت المحكمة على هذا الحق، حق تقرير المصير وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وهذا يعتبر ردا واضحا ومباشرا
على قرار الكنيسة الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية. المقابل اتهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي محكمة العدل الدولية بإصدار قرار اعتبره كاذبا. وانتقد نتنياهو ما أكدته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني. وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي فزعم نتنياهو أنه لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية على حد تعبيره. أتحول مباشرة إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الشريف. نبدأ مباشرة برصد لتوقيت إعلان هذا الرأي الاستشاري، وكلمة استشاري هنا لها أيضا مدلولات سياسية وقانونية. هذا رأي ربما غير ملزم قانونا دوليا، أم لأنه من صيغته أنه رأي استشاري، ماذا يعني هذا الرأي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الرأي الاستشاري يختلف كليا وجزئيا عن القرار أو الرأي القانوني الواضح. الرأي الاستشاري هو الذي يتضمن كل مفاهيم القرار الذي بني عليه، أو هذا الرأي يكون تمهيدا لإصدار قرار ليس استشاريا ولكنه قرار ملزم. هذا القرار الاستشاري هو الحقيقة كاملة. نعم. ولذلك نجد أنه يعني رغم أن هذا القرار وضح الحقائق كاملة، شاهدنا رد الجانب الصهيوني، شاهدنا رد بنيامين نتنياهو، شاهدنا يعني ردود الأفعال العربية سواء كانت الدولة المصرية أو فلسطين، المسؤولي في فلسطين. وبالتالي هذا الرأي الاستشاري هو توضيح للحقائق الموضحة أساسا، لأن القضية الفلسطينية قضية يعرفها الجميع. نعم. قضية وقف فيها المجتمع الدولي بكل مفرداته وبكل كياناته عاجزا على إلزام ليس إسرائيل، أمريكا وإسرائيل، لأن أمريكا هي التي دائما ما تساند إسرائيل، وأمريكا التي تجعل إسرائيل تنتهك القانون الدولي. وأعتقد أن يعني هذا القرار الاستشاري رغم أنه في صيغته القانونية غير ملزم، ولكن هذا الرأي الاستشاري مهم جدا ورأي استرشادي، ورأي يؤكد على أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن ينفذ قراراته. محكمة العدل الدولية، نحن نتحدث عن أكبر محكمة تختص بالنزاعات في الدول والمنظمات. وبالتالي يعني هذا القرار الاستشاري قرار مهم، قرار تم البناء عليه بشكل أساسي، ولكن يبقى المحك، من الذي يستطيع أن يلزم هذا الكيان الغاصب ومن خلفه يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تنفذ هذه القرارات الدولية الكثيرة والمتعددة الموجودة في كل السياقات على مستوى القضية؟ هذه نقطة مهمة، لأن المحكمة قالت أنها تعقد هذه الجلسة لإصدار رأيها حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وقالت أن لديها الولاية، هكذا قالت المحكمة، لديها الولاية للنظر في قضية العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وعلى الجانب الآخر نتنياهو وإسرائيل، ومنذ اللحظة الأولى التي تم إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، يقولون أننا لا نعترف، وليست هذه المحكمة لها قرارات ملزمة أو لها ربما الولاية علينا في أي شيء مما يمكن أن تصدره من قرارات. يعني إذا نحن نعود للمربع الأول، البلطجة الصهيونية وتحدي المجتمع الدولي والمساندة الأمريكية أفقدت المنظمات الدولية قولا واحدا، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو كل الجهات أو محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية أو كل المنظمات الدولية التي اتخذت قرارات ضد هذا الكيان المحتل والذي عبث بهذه القرارات ولم يبالي بها، لأنه مستند على أن أمريكا تسانده بشكل أساسي. نعم. ونحن شاهدنا كيف كانت هناك جلسات في مجلس الأمن أفسدتها الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بالفيتو، نحن شاهدنا جلسات عديدة جدا في الأمم المتحدة وقرارات، يعني إذا يعني القرارات منذ 1948 وحتى اليوم قرارات كلها لا تنفذها إسرائيل، إسرائيل تمشي في منوال واحد. ولذلك يجب أن يكون لدى الدول العربية والإسلامية
والدول التي تريد أن يكون هناك هيبة حقيقية للمنظمات الدولية أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قولا واحدا الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقف يعني حائل دون تنفيذ كل القرارات، سواء كانت هذه القرارات أقرت أو لم تقر. نعم. يعني نحن نتحدث الجنائية الدولية في المشاهد وفي عرض القضية، قضية فلسطين عندما قدمتها جنوب أفريقيا وانضمت إليها مصر بشكل رسمي، وشاهدنا كيف تم عرض القضية بشكل احترافي، بشكل وضح الحقائق، بشكل أزاح كل الزيف الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وكل الدول التي تدعم هذا الكيان المحتل، سواء كانت هذه يعني الأدلة الدامغة على أنهم ارتكبوا كل الموبقات في الأراضي الفلسطينية، ارتكبوا كل المجازر الإنسانية وغير الإنسانية في غزة. نحن نتحدث عن آلاف المجازر، نتحدث عن صمت دولي مطبق، نحن نتحدث عن دور عربي وإسلامي يجب أن يكون أقوى من ذلك، يجب أن يكون هناك دور عربي وإسلامي في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بكل الطرق اقتصاديا وسياسيا حتى يتم الوقف. ليست يعني لا يتركوا يعني لا يتركوا بعض الدول تضغط بشكل منفرد، مصر تضغط بشكل كبير جدا، الأردن تضغط بشكل كبير جدا، هناك دول كثيرة جدا تضغط في هذا الإطار حتى يتم حتى وقف إطلاق النار بشكل رسمي بشكل قانوني من خلال المجتمع الدولي، ولكن إسرائيل وأمريكا لن تنفذ أي قرارات للمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي كان على المحك، والعالم كله وكل شعوب العالم أدركوا أن المجتمع الدولي ما هو إلا كيانات صورية فقط لتطبق قرارات أو تأخذ ذرائع لتنفذها في الدول الغير قوية، الدول التي يعني المجتمع الدولي أنشئ من أجلها فقط لا غير. لكن إسرائيل تستقوى بأمريكا، وقولا واحدا لن يستطيع أحد أن ينفذ كل القرارات الدولية إلا بضغط عربي وإسلامي على هذا الكيان المحتل ومن يسانده. البعض يرى أن ما تتحدث عنه المحكمة، محكمة العدل الدولية، لأن هي تتحدث عن الاستيطان خاصة في القدس والأراضي في الضفة الغربية، تتحدث ربما عن وضع الشعب الفلسطيني تحت قوة احتلال، تتحدث عن استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في الأرض الفلسطينية، والبعض يرى أن هذا الربط ليس هو الربط المطلوب آنيا بقدر ما هو يجب أن يربط بما يحدث في غزة مباشرة من أجل وقف العدوان، بينما يرى رأي آخر وهي أيضا آراء كثيرة أن ما يحدث هو في صلب خدمة قضية غزة حاليا التي ما زالت تحت القصف. يعني إذا نظرنا إلى مفردات القضية برمتها من البداية، من عام 48 وحتى اليوم، نجد أن مفردات القضية بها حقائق كثيرة جدا جدا مطموسة. يعني نحن نتحدث عن سفك الدماء وهذا موجود، نحن نتحدث عن الإبادة الجماعية وهذه أمور موجودة، نحن نتحدث عن العبث بالمقدرات والثروات الفلسطينية والعبث بحقوق الشعب الفلسطيني منذ 48 وحتى اليوم وهذا موجود أيضا. وبالتالي عندما تكون هناك يعني مفردات موجودة ويعني أطر وآليات لمحكمة العدل الدولية هي توضح، يعني أنا شايف أن حتى اللحظة دور محكمة العدل الدولية أنها توضح أن هذه الحقيقة وأن هذا حق فلسطيني أصيل وأن هذا مغتصب غاشم واتخذ كل الموبقات في الأراضي الفلسطينية وقتل وسفك وأخذ ثروات وبنى مستوطنات بشكل غير قانوني. هم إسرائيل لا تعرف القانون، الولايات المتحدة الأمريكية التي تساندها لا تعرف القانون، وبالتالي المحكمة العدل الدولية يعني أعتقد أنها ضوء قوي يسلط على حقوق الشعب الفلسطيني، يجب على العالم الإسلامي والدول العربية وكل الدول الإنسانية أن تجتمع حتى يتم إعادة الحق لأهلنا في فلسطين، لأننا نحن نتحدث منذ يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم في 23 ونحن يعني قاربنا على العام أن يكون هناك عام كامل مر على هذا العدوان الغاشم الذي ارتكبت فيه كل المجازر وكل الموبقات، والمجتمع الدولي يتحرك شمالا وجنوبا، المجتمع الدولي يتحرك من خلال محكمة العدل الدولية والمجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 10,000 قضية في الجنائية الدولية من منظمات ومن أفراد قدمت وبها أدلة دامغة على هذا المحتل الغاشم، ولكن الجنائية الدولية رأيها لا يؤثر، المحكمة العدل الدولية تقدم كل آرائها وكل حتى قرارات المحكمة العدل الدولية، هناك قرارات يعني إذا نظرنا إلى قرارات محكمة العدل الدولية والقرارات التي اتخذت في مجلس الأمن، كل هذه القرارات كفيلة أن توقف الحرب بشكل أساسي، لكن التعنت الإسرائيلي، وشاهدنا رد نتنياهو رد إجرامي أنه يتحدث على أن المستوطنات لها موضوع ثاني وأن أمور الاستيطان قانونية وغير قانونية وأنهم يعني أنه سفه
سفه محكمة العدل الدولية التي تعد أرفع منظمة يعني قانونية أو محكمة قانونية دولية أرفع منظمة، قال أنها كل هذا الرأي كاذب، رغم أنهم يدركون جيدا أن المحكمة العدل الدولية عندما تتخذ قرار سواء كان استشاري أو قانوني أو ملزم، هذه القرارات تتخذ من خلال لجان، هذه اللجان تعمل فيها عدد كبير جدا لدرجة أن يعني اللجان تتعدى 200 و250 التي تتخذ القرارات أو تصدر هذا القرار الاستشاري، وهو عبث بهذا القرار وأصفه بالكاذب. إذن هم يعني لديهم بلطجة على كل المؤسسات الدولية بمباركة الولايات المتحدة الأمريكية. أود توقف معك عند تعليق من المحكمة أيضا اليوم، العدل الدولية قالت اليوم أنه يقع على جميع الدول التزام عدم الاعتراف باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. هذا تصريح يخرج في 2024 من محكمة العدل الدولية التي هي نتاج لنظام دولي دفع به وساعد في وضعه، بل منذ اللبنات الأولى وحتى اليوم وضع أسسه واستفاد من هذه الأسس الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال وكل الدول الغربية التي تعترف بإسرائيل وتعترف بالاحتلال، بل وترى أن على الفلسطينيين أن يتوأموا أو يعني يتأقلموا مع الوضع أو يقبلوا هذا الوضع المزري. بالضبط. إذن نحن أمام يعني هي ازدواجية معايير دولية باتت مرضا لا يمكن التوقف يعني عن تحليله أو ربما عن محاولة فهم كيف يتم علاج هذا العوار. يعني احنا لو نظرنا الى المنظمات الدولية التي انشئت، الامم المتحدة، مجلس الامن، محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، كلهم جاءوا عقب الحرب العالمية الثانية لكي ينظموا امور العالم. وكما تفضلت حضرتك وقلت انها ازدواجيه معايير، هي ليست ازدواجيه معايير فقط، هي قرارات تصدر، وهذه القرارات حبيسه الادراج لا قيمه لها لانها لا تطبق بشكل اساسي، بالاضافه الى ان يعني بريطانيا عندما خرجت مكنت اسرائيل، مكنت هذا العدو عندما خرجت ويعني منذ 48 وحتى اليوم، والمجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه والغرب مجتمع بشكل اساسي، هم يمكنون الكيان المحتل بكل طرق، بدأوا من الصفر ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولديهم خطة استراتيجية لالتهام الوطن العربي كله. يعني نتحدث عن مجموعة من الأشرار، من أشرار العالم، هؤلاء الأشرار مكنوا إسرائيل في مفاصل الدول العربية واستطاعوا أن ينفذوا مؤامرة. وعندما نتحدث عن كلمة المؤامرة والإرهاب، هي ليست مفردات عبثية، هي مفردات. أولا الإرهاب والمؤامرة ألصقوا بالدول العربية والإسلامية حتى يكون هناك ذريعة للتدخل الأمريكي الصهيوني الذي يخدم مخطط إسرائيل. هذا الكلام معروف، وهذه المؤامرة موجودة، وهذا المخطط التوسعي موجود، ولكن يجب على الدول العربية والإسلامية أن تضغط بشكل أساسي، وأن يعني تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ظرف انتخابي وفي ظرف يعني المؤسسات اللي طبعا يعني بصرف النظر عن من سيقود الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خطط ولديها مؤسسات يعني لا يفرق أو لا يؤثر فيها شخص الرئيس بشكل أساسي. وبالتالي الظرف الآن يعني هو مهم جدا أن يكون هناك ضغط من جماعة الدول العربية، من الدول الإسلامية، وأن يكون هناك مؤتمر مثل الذي عقدته الدولة المصرية عقب هذه الحرب العباسية، مؤتمر السلام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وحاربه الجميع حتى يتم تنفيذ هذا المخطط. طيب، طالما أننا أمام هذا العوار الدولي والأممي في يعني كما لو كنا يعني كما لو كان العالم صنع الأصنام ووقف ليعبدها، الأزمة الآن أن الطرف العربي، الطرف الفلسطيني، يحاول التمسك بهذه الآليات ويؤكد على تمسكه بهذه الثوابت الدولية القانونية وهذه الأدبيات السياسية في التعامل، ويرحب بكل خطوة إيجابية في هذا الإطار، وعلى النقيض تماما نجد الطرف الإسرائيلي، حتى إن البعض يرى أنه لا ينبغي أصلا للطرف الفلسطيني أن يلقي أي بال لكل هذه المحاولات داخل أطر الأمم المتحدة، لأن المسألة لا تؤخذ إلا كما حدث مثلا في طوفان الأقصى، أن هذا هو الطريق الوحيد طالما أن العالم أو المجتمع الدولي يتعامل مع القضية الفلسطينية بهذه الطريقة. يعني أنا شايف أنه مش الفلسطينيين فقط،
كل شعوب العالم فقدت مصداقيتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الأمم المتحدة ومجلس الأمن هي كيانات أنشئت من أجل تمرير أي مؤامرة. يعني عندما جاء ما يسمى بالربيع العربي الذي خرب عدد كبير جدا من الدول العربية، كان مجلس الأمن والأمم المتحدة هي أول من تصدر القرارات وتسعى بشكل قوي إلى تنفيذها. عندما استهدف حلف الناتو ليبيا وهدم ليبيا وجعلها فوضى، عندما كانت هناك عدد كبير جدا من القرارات التي اتخذت ضد دول عربية عديدة ومكنت منها الإرهاب ومكنت منها التطرف، هذا هو دور المجتمع الدولي، يخدم فقط الأطراف المتصارعة والأطراف الدولية القوية. لكن عندما نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية، ليس هناك أي دور قولا واحدا للمجتمع الدولي فيها، هي حرب الروسية الأوكرانية. لكن ربما في الحرب الروسية الأوكرانية وهي مقارنة مشروعة أيضا، والبعض يضع القضية الفلسطينية في مواجهة الأزمة الأوكرانية في الميزان الدولي في المقارنة، هم يروا بشكل مباشر أن تحاول الدول الغربية فرض العقوبات على روسيا ولكن روسيا تتذرع بقواتها العسكرية الكبيرة والتقليل الاقتصادي ولا تلقي بالا لأي هذه المحاولات، وهذا هو ما أطال أمد الأزمة الأوكرانية لأكثر من عامين الآن. وبالأخذ القياس مع المقارنة، ما يحدث في القضية الفلسطينية والذي هو للأسف في غير صالح الفلسطينيين؟ ما نفس المقارنة لكن الوضع مختلف. روسيا كما ذكرت حضرتك لا تبالي بالمجتمع الدولي، لديها قوة عسكرية ولديها قوة اقتصادية ولديها صداقات وعلاقات مع قوة مؤثرة، الصين والهند وغيرها من في الشرق. وهناك يعني المجتمع الدولي بدأت تتباين من خلال القطبين، المعسكر الشرقي والغربي. كان هناك الهيمنة الأمريكية فقط في السنوات الماضية، لكن ظهر المعسكر الشرقي، وخاصة أن الصين تسعى بشكل اقتصادي كبير جدا. الصين يعني الوضع العسكري لها، المصالح الاقتصادية التي تفرض الوضع العسكري. في روسيا هناك قوة عسكرية وموجودة، المصالح الاقتصادية تخدمها أو تشتغل عليها. وبالتالي نحن نتحدث عن مجتمع دولي، هذا المجتمع الدولي أفقد المصداقية لكل القرارات الأممية سواء كانت وهم هل يستطيعوا أن يمرروا قرار ضد روسيا في مجلس الأمن؟ قولا واحدا لا، لأن روسيا لديها هم يحاولون فرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وعقوبات اقتصادية وما إلى ذلك. عقوبات دائما يعني عقوبات ليست ملزمة لكل الدول، والعقوبات ليس بسياق دولي أو سياق دولي، لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وغيرها أصبحت لا قيمة لها مع الحروب والصراعات القوية. في غزة المجتمع الدولي خزل غزة، الولايات المتحدة الأمريكية كنا نتوقع ألا تكون بهذا الإجرام، جميعا كنا نتوقع أنها ستنظر إلى حرب الإبادة وما يقوم به نتنياهو حتى تضغط عليه، لأنها هي التي تستطيع أن تجعله يوقف الحرب على أهلنا في غزة. نحن نتحدث عن مفردات كثيرة جدا في القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت حتى الآن نجد الإجرام موجود في كل الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني المحتل، حرب الإبادة موجودة، الاستهدافات موجودة، العبث بالقوانين الدولية والقرارات الدولية. انت يعني بنتكلم عن منظمات دولية ومنظمات إغاثة وحقوق إنسان والصليب الأحمر وكل المنظمات الدولية التي يحميها القانون الدولي، عبثت بها إسرائيل قولا واحدا ولا أحد يتحرك. استهدفت الصحفيين، استهدفت الإعلاميين، استهدفت الأطقم الطبية، استهدفت كل شيء. طيب، مع ذلك صمت العالم. لو أخذنا هذه الصورة القاتمة إنجاز التعبير حول التعامل الدولي الأممي مع القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، لكن لو حاولنا أن نحول هذا الواقع المؤلم فلسطينيا في هذه المعادلة الدولية إلى ما يمكن أن يخدم ربما الأشقاء الفلسطينيين، هل يمكن أن يأخذ الطرف الفلسطيني هذه الناحية أو هذا الاتجاه ألا يلقي بالا لأي معادلات دولية أو لأي توازنات دولية أو لأي حتى قوانين دولية ويذهب ويمضي في طريقه في اتجاه واحد؟ لابد أن ننظر أولا، حتى نجيب على هذا السؤال، لابد أن ننظر إلى الدول العربية وموقفها من القضية الفلسطينية والمساندة. إذا نظرنا إلى الوضع الحالي نقول أن قولا واحدا الدولة المصرية استطاعت أن تتصدى حتى اللحظة
إلى المؤامرة التي كانت تحاك لتصفية القضية الفلسطينية بشكل أساسي، نعم، والتي دعمتها أمريكا بمئات الدولارات حتى تنشئ رصيف البحر الذين يتحدثون عن أن يدخل مساعدات، ولكن هذا الرصيف كان من أجل أن يتم تصفية القضية وتهريب أو إزاحة الفلسطينيين حتى إلى الغرب، وبالتالي هم كانوا يريدون أن يصفوا القضية بشكل كامل لكي يتم تنفيذ المخطط. الدولة المصرية وقفت لهم، ولكن ماذا بعد؟ الدولة المصرية تحتاج أن يكون هناك دور عربي موحد، أن يكون هناك من خلال جماعة الدول العربية موقف عربي موحد. هذا الموقف العربي الموحد يساند القضية الفلسطينية ويسعى أولا إلى وقف إطلاق النار، نعم، ثانيا إدخال المساعدات. بعد ذلك يكون هناك موقف أو مجتمع أو مؤتمر عربي إسلامي قوي كبير جدا يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ويظهر كما يقولون العين الحمراء للولايات المتحدة الأمريكية من خلال مصالحها الاقتصادية في هذه الدول. وأعتقد أن الدول العربية لو توحدت والدول الإسلامية بشكل أساسي وضغطت على الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاديا سوف ترضخ الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذه الضغوط وتعود مرة أخرى وتلزم الجانب الصهيوني بوقف الحرب على أهالينا في غزة. وهذا ما ننتظره، وهذا ما نسعى إليه، وهذا ما نأمله، وهذا ما يجعل الصورة غير قاتمة لدينا، لأننا ندرك أن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لن تضيع قولا واحدا. أستاذ محمد، اسمح لنا ننتقل إلى موضوع آخر في هذه التغطية، وهو المخصص للانتخابات الرئاسية الأمريكية المنتظرة في شهر نوفمبر القادم، وأبرز المستجدات حول هذا الموضوع والتي كانت متمثلة في المؤتمر الخاص بالحزب الجمهوري والذي أعلن من خلاله عن ترشيح دونالد ترامب وقبول دونالد ترامب لأن يكون مرشحا عن الجمهوريين في هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو الأستاذ محمد فتحي الشريف. أستاذ محمد، يعني تابعنا فجر اليوم بتوقيت القاهرة، كانت الكلمة المطولة كلمة أزيد من ساعة من الزمن قالها دونالد ترامب، وتحدث فيها عن أمور كثيرة، لكن كانت نقطة المحك الرئيس فيها وهو أنه أعلن قبوله الترشح أو قبوله ترشيح الجمهوريين له لخوض سباق الرئاسة الأمريكية. السؤال مباشرة، لم يأتي ترامب بجديد حقا فيما يتعلق باتجاهاته الأساسية وآرائه السياسية التي كانت معروفة حتى منذ توليه الدورة الرئاسية الماضية حينما كان رئيسا للولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد المتغير النوعي الآن في إسرائيل هو ترامب في مواجهة بايدن. ترامب الآن هو المرشح الرسمي للحزب الجمهوري، وبايدن هناك دعوات من قلب الديمقراطيين له بضرورة الانسحاب من البيت الأبيض. إلى أي مدى استفاد دونالد ترامب من ضعف جو بايدن على جبهة الديمقراطيين؟ طبعا جو بايدن أصلا يعني هذه المرحلة الرئاسية التي يعني كان يخوضها وهو يعني أحواله الصحية متراجعة بشكل كبير جدا وظهر عليه ذلك، لكن يعني هم الجمهوريين اختاروا ترامب، الديمقراطيين يرون أن جو بايدن هو الشخصية التي تستطيع أن تستمر حتى الآن، رغم أن هناك عدد كبير جدا يرفض وعدد كبير جدا يطالب دونالد ترامب جو بايدن بأن يكون يعني خارج السباق وأن يتم بدفع بشخص آخر. لكن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية دائما لا تحسمها إلا الخطوات الأخيرة، ومن خلال متابعات شاهدنا هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في 2016 كان الجميع يتوقع هيلاري كلينتون حتى اللحظات الأخيرة، نعم، وحتى أن بعض الوفود قابلتها و يعني هنأتها بأنها الرئيس، ثم بعد ذلك جاء دونالد ترامب وفاز، لأن الانتخابات الأمريكية دائما النتيجة بتكون محسومة بأرقام بسيطة أو ضئيلة وليست هناك يعني نسب كبيرة جدا، لأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي هم فكر سياسي موجود في أمريكا، نعم، لكل منهم قاعدة عريضة موجودة في أمريكا، وأمريكا يعني غالبا الانتخابات الأمريكية لا تتأثر بالملفات الخارجية نهائيا، الملفات الخارجية قد تمثل 10 أو 15% فيها، رغم أن الملفات الخارجية في هذا التوقيت
أسخن بكثير جدا من السابق. نحن نتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية والولايات المتحدة الأمريكية الشريك أساسي فيها وحلف الناتو شريك أساسي فيها أو مساندين بشكل واضح وقوي لأوكرانيا. نحن نتحدث عن الحرب في غزة وعن اشتعال منطقة الشرق الأوسط وعن يعني سجال كبير جدا بين الأمريكان وبين بعض الأطراف الإقليمية والدولية الموجودة. هذا على الملف الخارجي، ورغم ذلك لن يؤثر الملف الخارجي في الانتخابات الأمريكية بنسبة لا تتعدى 10 أو 15%. يبقى دور المؤسسات ودور التوجهات ودور الرأي العام داخل أمريكا. الرأي العام داخل أمريكا يعني كل استطلاعات الرأي تؤكد على أن دونالد ترامب فرصه الأكبر وحظه الأكبر، وخاصة في المناظرة الأولى التي تمت بينه وبين جو بايدن، وكان هو أكثر بالإضافة إلى يعني الحادثة الأخيرة التي حدثت له بعيدا بقى إذا كانت مدبرة أو متفق عليها أو غيره، لكن هذه الحادثة أيضا أكسبته أرضية جديدة. ويبقى في النهاية الجميع ينتظر من الذي سيدعمه الديمقراطيين لكي ينافس ترامب بشكل حقيقي، إذا كان جو بايدن أو أحد غيره. دائما ما نجد أن رجال الأعمال أو كبار رجال الأعمال ورؤوس الأموال في الولايات المتحدة هي رقم صعب لا يمكن تجاوزه وتجاهله في الانتخابات الأمريكية، ولكن أن يعلن شخص بحجم إيلون ماسك أنه سيخصص مبالغ طائلة شهريا لحملة ترامب الانتخابية وفي المقابل داعمين أثيرين للديمقراطيين يعلنون أنهم سيوقفون دعمهم للحزب الديمقراطي ماديا لحين انسحاب جو بايدن أو إعلان انسحاب جو بايدن من الانتخابات الرئاسية الأمريكية بحجم عائلة ديزني مثلا، وهي يعني بكل هذا التاريخ الموالي للديمقراطيين. هذا يضعنا أيضا أمام تساؤلات مهمة حول مزاج النخبة من الاقتصاديين في الولايات المتحدة. هل يمكن أن تتحول الولاءات السياسية لدى هؤلاء الاقتصاديين من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، أم أنها تعطل فقط بحجم وجود شخص جو بايدن في المعادلة الانتخابية؟ يعني بص، المفردات والرؤى والتحليلات التي تخرج من الإعلام الأمريكي في الانتخابات الأمريكية تأتي كليا وجزئيا تخالف ما يحدث في الصناديق. نحن في أمريكا نتحدث عن مجمع انتخابي، هذا المجمع الانتخابي بكل مفرداته تتحكم فيه الديمقراطيين والجمهوريين على حد السواء، النسب قريبة جدا، التجمعات الانتخابية يعني قد نفاجأ في نتائج المجمعات الانتخابية بالنسبة لترامب، وإذا يعني ترشح جو بايدن، وأنا كنت أشك أن جو بايدن يترشح، وخاصة أن هناك انقسام حاد بين الديمقراطيين على ترشحه لتقدمه في السن وغيره، ويريدون أن يدفعوا بأي شخصية جديدة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني كانت لها سابقة تجربة مع دونالد ترامب، ودونالد ترامب حتى لو تذكرنا في الانتخابات الأخيرة التي تمت مع جو بايدن قبل الانتخابات بأسبوع فقط كانت استطلاعات الرأي تؤكد على أن ترامب هو صاحب الحظ الأوفر، وفي النهاية فاز جو بايدن رغم أن جو بايدن كان متقدم في السن، لكن الفترة التي قضاها جو بايدن ولم يحقق يعني لم يحقق إنجازات في الملفات الخارجية بشكل أساسي سوى مساندة أمريكا للكيان المحتل وتنفيذ كل هذا الإجرام في غزة. نعم. وأعتقد أن هذا قد يجعل الحظوظ الانتخابية للجمهوريين والديمقراطيين متساوية بشكل كبير، ولن تحسمها إلا المواقف التي تحدث في الخطوات الأخيرة. يعني كما كنا نتوقع أن تكون المناظرة الأولى بين جو بايدن وترامب مناظرة متزنة متوازنة فيها أطروحات من الجانبين قوية، شاهدنا أن ترامب كان الأعلى فيها وهو الذي استطاع أن يكسب هذه الأرضية. أستاذ محمد، ربما لدي 30 ثانية فقط، ولكن السؤال مباشرة عن الولايات المتأرجحة. مفتاح هذه الانتخابات قد يكون في الولايات المتأرجحة، أم نشهد مفاجآت في ولايات حمراء أو زرقاء تتحول؟ أعتقد أن هذه الانتخابات سيكون فيها مفاجآت كثيرة جدا جدا، رغم أن ترامب يعتبر بشكل رسمي ترشح بشكل رسمي، لكن هذه الانتخابات سيكون فيها مفاجآت في المجمع الانتخابي وفي بعض الولايات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد فتحي الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات. شكرا جزيلا لك على كل هذه الآراء. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا، والتغطية مستمرة على شاشة النيل للأخبار. هذه تحياتي وبأمان الله.